بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، صحتكم لاباس، أموركم على خير وبخير. وكنتمنى خوتي هاد لافيديو إن شاء الله بإذن الله في هذا النهار يلقاكم في أحسن أحسن الأحوال إن شاء الله، وتكون ظروفكم جيدة وأحوالكم طيبة إن شاء الله بإذن الله نتوما كتشاهدوا هاد لافيديو هادو. وشكرا لكم أخوتي بزاف بزاف، الله يجازيكم بخير والله يجيبها لكم في ميزان حسناتكم. شكرا للدعم ديالكم والتشجيعات ديالكم، الله يجازيكم بخير اخوتي والله يكرمكم والله يجيبها لكم في ميزان الحسنه. وكنقول للناس اللي عاد دخلوا عندي القناه جديده، كنقول لكم مرحبا بكم، الف الف مرحبا، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله باذن الله. والله يجازيكم بخير اخوتي، وكنتمنى ديما وكنترجاكم تزيدوا تدعموا القناه ديالي باش تطلع ان شاء الله باذن الله قناتي وقناتكم بطبيعه الحال. لعجبكم المحتوى ديال الفيديو دخلوا القناة ودوروا دويرة، ولعجبتكم القناة ديالي ما تنساوش اخوتي من اللايك والبارطاج ديالكم والضغط على الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ان شاء الله باذن الله، يعني فضلا منكم بطبيعة الحال وليس امرا. الله يجازيكم بخير والله يجيبها لكم في ميزان الحسنات. هذا النهار ان شاء الله باذن الله المهم الروتين ديال الدار بطبيعة الحال دائما انا وليداتي، وغنشارك معكم ان شاء الله باذن الله هاكر المهم التخمام ديال الدار وصافي. هذا ما كان ان شاء الله باذن الله ندوز باش نعجن عندي شويه ديال خبيزات معمرين، عفوا ماشي خبيزات معمرين، واحد السندويشات الفطائر اللي كيجيو صراحه بنان وكيجيو غزالين ما شاء الله. نشاركهم معكم ان شاء الله، عندي لهم هذا النهار الغداء للوليدات، مع بالحكم الوليدات صراحه كيكونوا في المدرسه وداك الشيء، الا بغيتوا تعطيهم لوليداتكم تعمرهم لهم تعطيهم يديهم للمدرسه الافضل. بغيتو يجيو من المدرسه يلقاوهم في الدار، صراحه كيعجبوا الوليدات سندويشات بزاف بزاف. غنشارك معكم ان شاء الله باذن الله واحد السندويش يعني اللي كيجي ساهل وكيجي زوين. وكنتمنىكم اخوتي تتبعوا الفيديو حتى للتالي، الله يجازيكم بخير، وما تنساوناش اللايك والبارطاج، الله يرحم لكم الوالدين، ما تنساوناش البصيمه، الله يسهل عليكم ملي تكونوا كتفرجوا في لا فيديو، ديروا البصيمه هي الاولى وعاد كملوا الفيديو من بعد، يعني فضلا منكم وليس امرا، الله يسهل عليكم اخوتي. ما نطولش عليكم، خليكم ان شاء الله باذن الله ندوزوا نعجنوا العجينه هي الاولى باش تكتشفوا هذه المقادير ان شاء الله باذن الله، فرجه ممتعه. وهنا رجعت معكم اخوتي بسم الله على بركه الله، غنبداو ان شاء الله باذن الله بالمقادير ديال هاد الفطائر ان شاء الله. عندي هنايا كيلو ديال الطحين الفرص الرطب اخوتي، عندي شويه ديال الملحه درتها، عندي جوج معالق ديال السنيده، ودرت جوج معالق ديال الخميره، نص كويس ديال الزيت روميه، وعندي كاس الحليب دافي والماء خلاص الماء حتى هو دافي، دايره الماء دافي والحليب دفيته باش ما يجيكمش الحليب بارد، باش تخمر لنا يخمروا لنا الفطائر ديالنا او الخبيزات او السندويشات، كل واحد شنو يبغى يسميهم، صراحه هما سندويشات كيجيو ولا اروع. عندي اخوتي قلت لكم انا كيلو ديال الفرس الحرش، ماشي الفرس الرطب وماشي الفينو، عندي الفرس الحرش صراحه هو كيجيو بهاد الفطائر، كيجيو غزالين واقفين ماشي معجنين، كيجيو كيحمقوا كيجيو فنين بهاد الطحين الحرش هذا بوحديتو، درتو بلا فينو بلا فرس الرطب، راكم عارفين كاين الفرس الرطب وكاين واحد الفرس كيكون حرش شي شويه ماشي الفينو، ولا مني هو كيقولوا له الفرس الحرش. مهم النوعيه المزيانه، النوعيه الجيده الصراحه ديالو، خديته عرفتي صدق كيحمق زوين بزاف، درت كيلو منه وخلاص، جوج معالق ديال السنيده وجوج معالق ديال الخميره والملحه على حسب الذوق، درت شويه ديال الملحه والحليبه وربع كاس ديال الزيت النباتيه زيت روميه، درتيه الربع في الكاس. كاس الحليب اللي عندكم الحليب غبره الحليب نيدو صراحه من افضل يكون الحليب ديال الغبره، هو هذا جاو الصراحه جاو فنين جاو اروع، لمني الحليب ديال نيدو كيعطي العجينه راكم عارفين واحد المذاق غزال ما شاء الله. دابا غطيتها اخوتي وخليتها تخمر تما كاينه العجينه ديالي، عجنت هاد الكتا مزيان ودهنتها بزويته وغطيتها بميكا وغطيتها بنيدو وخليتها تخمر تما كاينه على الطبله في الصالون الصغير فين كنجلسوا، وجيت دابا نفك هاد الروينه يا اخوتي الحباب، وهاد الكوزينه راه خارجه علينا والله العظيم، لا الصراحه خارجه علينا، فين ما كنجيو نديرو شي حاجه كنلقاوها مرونه، ما كنجمعوها حتى كيشهد علينا الله، بعدا الصباح الصباح يوميا كتصبح مرونه، على خرجتي منا مثلا مشي لوحده ولا جوج الليل غسلتي ونظفتي وساليتي راك حتلقايها في الصباح منظفه ما تلقاي فيها والو. هذا ما كان اخوتي كنضحكوا معكم شويه وصافي والله العظيم. وسميتو نغسل هاد الموان، قلت راه نحيدهم هما اللواله عاد باش ندوز نصاوب ان شاء الله باذن الله الحشوه ديال هاد الفطائر هادو او الخبيزات او السندويشات، ماشي خبيزات هما سندويشات، باكيت هما، ندير مع على شكل باكيت صغيور. ايوا هي هذيك اخوتي، قلت راه نحيد هاد الموان بعدا باش كما كنقول لكم دائما باش نلقى، حيت لابابو صغير وباش نلقى فين يعني نصاوب نقشر البصله وداك الشيء فين نقي هذاك، الا كان الموان هنايا ما لقاش كندير صراحه هذا، قلت راه نحيدهم. وليدات خلاص مشاو للمدرسه، الدراري مشاو للمدرسه، وسميتو انا قلت راه نحيد هاد الموانات هادو
الطبيله ديال الفطور صراحه راه مازال ما جمعتهاش. هادو راه الماعن حيدتهم هنايا في لابابو، هادو هي اللي كانوا هنايا موسخين، مازالين صراحه ديال الليل وكاينين ديال الصباح مخلطين. المهم مخلطين، وهي هذه قلت راه نحيد بعدا هادو ونصب الحشوه نحطها طيب، وعاد ديك الساعات ان شاء الله نخمل الطبيله ديال وسط الدار. انا يلا دابا خملت ثاني الصالون تما كاينه فين عجنت، وهذا ما كان اخوتي. سمحوا لي الصراحه الا سمعتوا شي صداع ولا شي حاجه ديال برا، سمحوا لي بزاف، راه كيكون صراحه الصداع وانا كنمونطي ما عنديش كندير، حيت برا الزنقه كيكونوا صراحه الوليدات كيلعبوا. ومن بعد اخوتي ما حكيت هاد المواعن كاملين، اني كنغسل لديك لابابو هكا يا خويت فيه واحد القطيره ديال الجبيل وسميتو حكيتو هكا يا، واخا كتعيا تحك فيه صراحه هو راه ما كيبغيش يتحك حيت داك الحجره خايب. المهم واخا كتعيا دير فيه جافير وداكشي ما كيبغيش يتحك. وهي هذيك. المهم دابا نشلل هاد المواعنات هادو مزيان، نرجعهم كنحكهم كنحطهم كنرجعهم كاملين لابابو كنشللهم، وعاد كنخليهم يقطروا واحد شويه وكنرجعوا للشبكه ديالهم هكايا باش نلقى البليصه فين نصوب الغدا وداكشي. وهذا ما كان. كنجرب لكم اخوتي الفيديو باش ما يطولش عليكم صراحه الفيديو، اما الا جينا نديرو الفيديو على على على, على طبيعته راه يكونوا اربعه ديال الفيديوهات يكونوا فيهم ثلاثه سوايع ولا اكثر. وهذا ما كان صراحه كنمسح ضروري داك الحويطين وهذاك حيت داك الجليج بيض دغيا دغيا كيبان فيه الوسخ. المهم كندوز عليه هكا خفيفه، انا كيعجبني في مكنس الماء صراحه ندوز عليه هكايا باش ما تراكمش فيه داك الوسخ وداك الشيء. المهم لما حكيناش يوميا فيما نغسلوا الماء ندوزوا عليهم راه كيتراكم داك الوسخ وكيولي خلاص معلك ما كيبغيش يحيد. المهم فيما نكونوا كنغسلوا المواعنات الصراحه ندوزوا عليهم، انا ما كيغسلوا لي الدراري المواعنات اسماء ولا جويري كنغسل المواعن صراحه ما كيدوزوا على حتى حاجه. المهم ملي كنغسل المواعن انا راني كندير لهم خاطرهم. دابا خوتي ساليت المواعن غسلت البوطه حتى هي ضربتها الصراحه كانت عندي محكوكه، ضربت لها واحد المسيحه هكا خفيفه كنت سخنت عليها الخبز في الصباح وطاحت عليها داك السميده وصافي ضربت لها واحد المسيحه هكا هي خفيفه وصافي مسحت داك الجليج وداك البوطاجي وهذا وحكيت داك لابابو بجافير حتى هو. المهم دابا ندوز باش تستفاد المواعنات باش نصب ان شاء الله باذن الله الغدا هنايا في هاد البليصه هادي. انا خويتها بقات هي داك الزلايف ستفتهم ديتهم للفيترينه خلاص حطيتهم بلاصتو. عندي هنايا اربعه ديال حبات البصله كما كتشوفوا، غنقردهم هكا نقشرهم وغنقردهم على شكل ماشي طولي، غنقردهم هكا. المهم بغيت نشرح لكم بغيت نوصل لكم الفكره ما بغاتش تخرج عندي ما ندير خوتي كنضحك معكم. المهم غنقردها هكا هي مشلطه ماشي طويله، هي هكا باش دغيا كتنزل هي البصله الصراحه كما درتو لها دغيا دغيا كتنزل كتنزل كتولي ما كتبقاش باينه. ولا مني انا قردتها على شكل هكا هي قصيره، وعندي ديك المقيله اللي غنشحر فيه، غندير شويه زيت بلديه وغندير شويه روميه. المهم غنخلطهم الصراحه راه درتي من البباده حيت مشى الحال ومزروبه. المهم كندير كلشي من بلاصتو ما ستفت ما والو، هادشي اللي كاين اخوتي كلشي على طبيعته، كاين لا زواق صراحه لا بروتوكول لا والو. المهم كلشي هو هذا اللي كاين دابا وكنديرو هو هذا الحاضر هو هذا. وعندي اخوتي الدجاج، يعني صدر ديال الدجاج مرقد في الحامض والملحه وقطعته هكا على شكل طولي حتى هو طريفات صغيورين، ودابا غسلتهم هكا مزيان بالماء ونشفته وراه كان عندي في الثلاجه الصراحه بايت مرقد في الملحه والحامض، وقطعته دابا على شكل هكا طولي غسلته وحطيته في ديك الزليفه. عندي هنايا البصله كندير لها التوابل كامله، درت لها شويه ديال الملحه، درت لها زويته بعدا روميه وبلديه في المقله وخويت عليها البصله ودرت لها شويه ديال الملحه، هانتوما انا كندير لها الملحه، درت لها التوابل كامل شويه نص معلقه ديال الخرقوم نص معلقه ديال البزار نص معلقه ديال السكنجبير ونص معلقه ديال الكمون نص معلقه ديال الفلفله الحمراء العطريه كامله بربعه ديال الخرقوم والفلفله الحمراء والسكنجبير والبزار والكمون نص معلقه نص معلقه من الحاجه. وكذلك هكاك الدجاج عاوتاني حتى هو الصدر ديال الدجاج حتى هو درت له العطريه كامله شويه راس معلقه راس معلقه من الحاجه، راس معلقه من السكنجبير راس معلقه من البزار راس معلقه من الكمون وراس معلقه من الخرقوم وشويه الفلفله الحمراء. الدجاج غنخليه حتى كتنزل ليه البصيله مزيان كنشحرها مزيان حتى كتنزل كتهبط عاد باش كندير، حيت صدر الدجاج عندي قلت لكم بايت مرقد في الخل والحامض يعني فتي ولا وسميتو خصني هي واحد شويه دغيا دغيا كيطيب. المهم دابا جبت واحد شويه المعدنوسين المعدنوس بوحديتو وقربتو له هكايا على هذا الشكل وغنخليه حتى تنزل البصله غنديرو ان شاء الله.
كنبقى هكا كنستمر في التحريك ديالها باش ما تحرق ليش. ومي كندير صدر ديال الدجاج كنقللها البوطه وكنخليها تطيب على خاطرها. الساعات كنمشيو نطلقوا ديال الخبيزات ديالنا هكا خمروا باش ان شاء الله باذن الله نقرصوهم. انتما كما شفتوا الصراحه هذا المقله راني صغير شويه، راني غنقلبو في مقله كبير. والخبيز اللي عجننا تبارك الله راه لقيتها خمرات ما شاء الله، طلعت فوق القصعه وليت عاوتاني هبطتها هكا بيدي باش نخرج منها داك الهواء. ضروري يا خوتي الخبز اي عجينه تكونوا عاجنينها ملي تمشيو تلقاوها خامره ضروري توليو تحيدوا من هذاك الهواء تحيدوا من هذاك الفراغ ديال الخميره. كتجي الصراحه الخبز روعه وكتطلق واحد البواق وكتجي ولا اروع. اي خبز اي عجينه كانت يا ملاويه هادو يا اي حاجه توليو تعاودوها واحد ليكه خفيفه. صراحه انا جربت هذه الطريقه ونجحت لي وجات فعاله وليت كنديرها بكل شيء، لا درت بلاوي ولا خبز ولا اللي كان كنولي يعني كنخرج داك الهواء من العجينه ديال الخميره. وعاد كان بدا نصوبها كي شنو ما كان. ان صافرا خدامه قلت لها جيب لي طبسيل فاش ندير، ولا خدامه كتجيب لي في بلاطو كتقول لي هذا، كنقول لها لا ماشي هذاك، وراني كنسخر فيها ان صاف كاينه معايا وكتحمقني على هاد العجينه. كتقول لي عطيني العجينه باش تنتوما وليداتكم كيدير لكم بحال هكا خوتي. كتقول لي عطيني العجينه، راه جابت لي الطبسيل كتقول لي عطيني العجينه، نكورت انا وحيده نديرها لراسي. وهذا ما كان اخوتي كنستمر على هذه الطريقه هذه. كورتهم هذا الحجم هذا على الاقل بحال البيضه، بحال الحجم ديال البيضه درتهم، وانتم الحجم كيبقى لكم نتوما. بصراحه السرجم هذه كدير لي الاضاءه، كتضرب لي الشعه ديال الشمس، كتبرزطني والله العظيم، يعني ما كنصورش وانا مرتاحه هنايا. مهم ما عندناش فين، هادشي اللي كان الغالب الله. كنستمر اخوتي كندير لهم بحال هاد الشكل على شكل بيضه، قلت لكم قد الحجم ديال البيضه، وكنقرصهم هكا على شكل طولي وكنجمعهم بلا ما تدخلوا فيهم لا دقيق لا سميده لا حتى حاجه. انا راني هادو عنديرهم بالجنجلان، يعني ندير هاد الطبسيل الاوله بسميتو بالجنجلان، ندهنو بالبيض وندير له الجنجلان، والطبسيل الاخر عنديرو بسميده حيت انا لوليداتي كاين اللي ما كيبغيش الجنجلان الصراحه، كنفضل انا كنفضل الجنجلان، هما ما كيبغيوهش كيقول لك لا. مهم ندير لهم الاخر بشكل عيب بشكل سميده. شوفوا هاد الطبسيل هذا راني ساليتو، وهذا عندي السميده كندردر هكا السميده وكنغمس في الحليب. هاد الطبسيل هذا راه عندي فيه الحليب صراحه ما كيبان لكمش على حسب قلت لكم الشعه، يسمحوا لي على هاد التصوير وصافي. هي انصافا بطات الخاميه شويه، كنغمس داك الخبيزات في الحليب وكندوزهم في السميده بلا ما نقيس الوسطاني ديالهم، يعني كنخلي هكا كنخبز وما نقيسش الوسطاني ديالهم في السميده باش ما يجينيش معجن. كنستمر على هذا الشكل هذا، كنفند في الحليب ونديرها في السميده حتى كنساليها الكميه كامله. هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله راه خمروا. دابا الاخرين هادو اللي مفندين في السميده عنديهم نيشان الفرار، راه عندي مشعوله على عافيه مهيله، وهادو خلاص عندهنهم بشويه ديال البيضه، واحد البيضه ودرت عليها شويه ديال الحليب واحد القطيره ديال الخل، وكندهنهم هكا باش ندردر عليهم الجنجلان. كيجيو صراحة روعه وما شهيتكم فيهم الله العظيم، اللي كيجيو الوليدات كيحمقوا. يعني هادو يمكن لكم هاد السندويشات تدهنوهم لهم باش ما كانوا تعمرهم باش ما كانت صراحه كندير لهم هاد الحشوه، حيت حنا انا درتهم للغدا صراحه نتغداو بهم. يعني كيحمقوا انا وليداتي على هاد السندويشات هادو، راكم عارفين اللي عندهم الوليدات كيحمقوا على السندويشات، يعني ناخذ لهم الزنقه فيها شي حاجه نديروه لهم في الدار من الاحسن. هنا دهنتهم كاملين بالبيض، رصيتهم بالجنجلان، دخلتهم حتى هما للفران. الحشو الدجاج ولادان هو هذا اللي كنت صراحه شحرت معكم، زدت تقليت شويه ديال البطاطا وحمرت شويه ديال المطيشه وجبت لهم فريميجات، يعني هو هذا القضيوه ديالنا ديال نهار اليوم. انا غنعمرهم صراحه هكايا، مهم كنخلي انا الوليدات هما كيعمروا راسهم، كل واحد كيعمر باش بغى. درت حمرت شويه ديال المطيشه، درت لهم داك لادان ديال الصدر ديال الدجاج مع بصيله، وقليت شويه البطاطا وجبت لهم فريميجات، وخديت لهم طبيعه الحال المناضه، هما كيبغيو يدوزو مع المناضه. المهم انا نعمر الاسحاق وحيده باش تشوفوا نتوما الطريقه كيفاش نعمرهم، باش هو راه يمشي الصراحه للمدرسه ما يتغداش معنا. انا عمرت له يعني ساندويش وداه معاه مشى للمدرسه. هذا ما كان كيجيو صراحه تعمروهم بالفرماج، كيجيو تعمروهم باش ما بغيتو دهنوهم لهم الوليدات وعطيهم لهم ديوهم معاهم للمدرسه، بغيتو تعمروهم لهم هكا بشي حاجه للغدا تيديو معاهم للغدا اللي كيقيلو في المدرسه، كيجيو صراحه رائعين. انا عمرت هاد الوحيده الاسحاق، وشكرا لكم اخوتي والله يجازيكم بخير، وشكرا لكم بزاف بزاف. الى فيديو قادم ان شاء الله.